السلام عليكم. الخبر المنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي في الساعات الأخيرة خنقها بإشارة وهرب. أب يقتل ابنته في بني سويف لأسباب غامضة. الأب اللي قتل بنته اللي عندها 16 سنة ولغاية دلوقتي اللحظة اللي احنا بنتكلم مع حضراتكم فيها الأب ما زال الجريمة بتاعته غامضة بالنسبة لنا وبالنسبة لرجالة المباحث، لأنه لغاية دلوقتي لسه ما اتمسكش. مدير أمن بني سويف اللي تلقى أخطار من مأمور اسم بني سويف بالعثور على طفلة مقتولة خنقا داخل شقة بدائرة القسم. ضباط المباحث اللي انتقلوا من هناك وجدوا بالفعل جثة صغيرة لطفلة عندها 16 سنة. الطفلة اللي بيقولوا عليها عندها 16 سنة مسجعة على الأرض وعليها شربة على رقبتها، آثار الخنق باينة عليها واضحة وصريحة. سؤال الجيران أكدوا إن الأب هو اللي دخل عليها في الوقت المحدد ده، والأب شغال سواق ولكن اختفى بعد الجريمة مباشرة. أمرت النيابة بعمل زي ما بيقولوا كده تشريح للجثة علشان معرفة سبب الوفاة اللي المفروض كمان إن هي ظاهرية، وبعدها على طول استدعوا الأهل علشان يسمعوا أقوالهم في الموضوع ده. الأهل كلهم كمان اللي قالوا إن الأب هو اللي ارتكب الجريمة دي، ولكن لغاية اللحظة اللي احنا بنتكلم مع حضراتكم فيها الجريمة تعتبر غامضة والأسباب لغاية دلوقتي مش واضحة بالنسبة لرجالة المباحث وبالنسبة كمان للأهالي. ولكن بعض الناس بيقولوا إن المصادر كلها في اسم شرطة بني سويف، ولكن الأخبار كلها اللي طلع على الصحف واللي طلع على وسائل التواصل الاجتماعي مفيش سبب واضح للقتل أو لعملية القتل دي من ناحية الأب لبنته. رحمة الله على البنت اللي توفت. السيناريوهات كتيرة جدا، المصادر الإخبارية اللي أنا قعدت أقرأ فيها من الصبح كلها مختلفة، ولكن كلهم بيأكدوا إن مفيش سبب واضح للقتل أو لعملية القتل بالنسبة للأب بالنسبة لبنته، ولكن بيأكدوا إن البنت كلها كانت فيها كدمات معينة وعندها 16 سنة ولسه لغاية دلوقتي الجريمة تعتبر شبه غامضة. رحمة الله على الفتاة اللي توفت وهي عندها 16 سنة من أبوها اللي خنقها بإشارة وسابها ورماها زي ما هي في الأرضية اللي هو عمل فيها الواقعة دي في الشقة السكنية اللي هي كمان قاعدة فيها. زي ما قلنا السيناريوهات كتير، ولو فكرنا في الموضوع هنلاقي مليون سبب. الأهل فين؟ الأم فين؟ الجيران كانوا فين؟ الأب هل هو حالة نفسية ولا هل هي أزمة اقتصادية ولا هل هي خلافات زوجية ولا هل البنت كانت في علاقة ولا 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 ولا. كل خبر من الأخبار الصحفية اللي مكتوبة في المصادر الإخبارية على وسائل التواصل الإلكتروني كاتبة سبب غير التاني، ولكن كلها أسباب لغاية اللحظة اللي احنا بنتكلم حضراتكم فيها أسباب غير صحيحة، لأن لغاية دلوقتي رئيس المباحث ما طلعش الأسباب الرئيسية والقبض على المتهم علشان يعرف منه الدنيا دي كلها، ولكن في خيوط وفي دلائل معينه بتثبت ان في خلافات معينه والاب عنده حاجه معينه، ولكن لغايه دلوقتي برضو لسه الشرطه ما اكدتش حاجه زي كده. يا ريت نستنى الاخبار او الحاجه اللي هتطلع من مديريه امن بني سويف وتحديدا من رئيس المباحث علشان نتاكد من الخبر وصحته ودنيته فيها ايه. زي ما قلنا كلمه صغيره، ايه الامر اللي يستدعي ان اب ممكن يقتل بنته وهي عندها 16 سنة؟ المفروض ان الاب البنت بالنسبة له هي الحاجة الحنية الوحيدة اللي موجودة في الدنيا، حنية الدنيا المفروض انها تبقى في البنات، ده المفروض. الامر اللي يستدعي ان اب يقتل بنته بالمنظر ده ويقتلها ويسيبها في الصالة وهي عليها الاشارب ويمشي ويسيبها. لو عايز كان يعمل حاجة معينة او يخفي معالم الجريمة على الاقل خلص كان خبى الاشارب، ولكن الإشارب كان متواجد على رقبتها أثناء دخول شرطة النجدة. حتى الأهالي كمان لما عثروا على البنت دي رحمة الله عليها لقوا الإشارب كمان على رقبتها. علشان كده بنقول لكم إن الجريمة شوية فيها أسباب وفيها ألغاز لسه ما نعرفهاش. الإشارب والحالة النفسية بتاعة الراجل الأب اللي جري على طول بعد ما موت بنته خنقها بالإشارب، يا ترى إيه الأسباب؟ اللي عنده أخبار أو اللي عنده معلومات عن الجريمة دي تحديدا ياريت يبعت لنا على الرسائل علشان نعرف الأسباب الرئيسية في مقتل البنت رحمة الله عليها اللي عندها 16 سنة بمحافظة بني سويف. السلام عليكم.